هذه الفقرة الهامة جدا مع ضيف هام جدا. هنحاول في خلال الساعة الربع اللي جايين دول ان احنا نحاول نستعرض ونفهم ويبقى عندنا وعي اكتر واكتر بالمشكلة اللي ممكن توصل لحرب عالمية ثالثة، او احتمال تصل الى حرب عالمية ثالثة ما بين روسيا، اوكرانيا، حلف الناتو اللي من ضمنها الولايات المتحدة الامريكية، وبعض التصريحات الخاصة بالصين ان هي مع روسيا، وخصوصا انه الرئيس بوتين رئيس روسيا في من اسبوع تقريبا لوح بالسلاح النووي. هل العند ممكن يصل لهذه الدرجه؟ ضيفي اللي منورني في الاستوديو سياده اللواء محمد الشهاوي مستشار كليه القاده والاركان. مساء الخير يا فندم ومنورنا. اهلا بيك يا فندم والساده المشاهدين. سياده اللواء انا هخش دايركت على طول، بس بعد إذن حضرتك ممكن أستأذنك تدينا نبذة ملخصة عن تاريخ هذه المنطقة. ليه روسيا مصممة إن أوكرانيا ما تروحش لحلف الناتو، وأوكرانيا مصممة إن هي تروح لحلف الناتو؟ هو طبعا عاوزين نقول إن هذه مشكلة فعلا، وظهرت وخاصة بعد الحرب الباردة وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 91. فقد كثير من الجمهوريات السوفيتية جزء من هذه الجمهوريات اتجه في الغرب وانضم إلى حلف الناتو. في دول زي أوكرانيا وزي روسيا البيضاء وكازاخستان تعتبر المجال الحيوي لروسيا. يعني احنا لو نتذكر كده في عام 62 كانت هناك مشكلة كبيرة جدا ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في كوبا، وهي بنقول عليها أزمة الصواريخ الروسية اللي موجودة في كوبا. تمام. أمريكا ما رضتش تتواجد تلك الصواريخ الاستراتيجية على حدودها، وبالتالي كانت هناك أزمة تسمى أزمة خليج الخنازير مشهورة من عام 62، ولم توافق القوات الولايات المتحدة الأمريكية لتواجد هذه الصواريخ، وروسيا سحبت تلك الصواريخ. أيضا الآن حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية تحالف يسمى الأنجلو ساكسون يريد أن هو يتمدد شرقا، يعني أخذ يعني جمهوريات كثيرة من الاتحاد السوفيتي السابق وانضم إلى الاتحاد، إلى حلف الناتو، حلف شمال الأطلنطي. طبعا ده بيهدد روسيا، وخاصة أوكرانيا اللي على حدودها، لها حدود مع أوكرانيا. فكان لروسيا مطالب، المطالب دي تتمثل في مطلبين أساسيين. إيه هما؟ المطلب الأول إن هو لا يوافقوا على أن تكون أوكرانيا تنضم إلى حلف الناتو. هي مقدمة من سنة من 2008 يعني 14 سنة مقدمة علشان تكون عضو في حلف الناتو. وما حصلش ليه خلال 14 سنة؟ ما حصلش لمشاكل في الاقتصاد وفي الشفافية وفي الفساد، اللي هو احنا عندنا تركيا أيضا تريد أن تنضم إلى حلف الناتو. صحيح. ولكن هناك معايير وهناك حوكمة governance مطلوبة من الدول التي تنضم إلى حلف الناتو. تمام. من 2008 بدأت في عملية بقى أن الولايات المتحدة الأمريكية بتقوم بسياسة الاحتواء وسياسة الحصار على النفوذ الروسي، وخاصة بعد أن أمريكا بدأ نفوذها يتقلص في العالم. احنا شفنا في أفغانستان. صحيح. وكيف أنها بالرغم من تلك الفترة ومن تلك الأموال التريليونات التي تم إنفاقها في أفغانستان تنسحب فجأة، فأصبح المجال والفراغ الحيوي موجود بتملأه روسيا وتملأه الصين. أمريكا مش عايزة كده، ولذا بنجد أنها بتعمل على سياسة الاحتواء، سياسة المقاطعة، سياسة الحصار، فرض عقوبات اقتصادية على روسيا علشان روسيا ما تاخذ مكانها والقطبية اللي كانت موجودة، وبعد الحرب الباردة أصبح هي قطبية للولايات المتحدة الأمريكية. الآن العالم بيتجه إلى تعدد القوى، هناك قوى
بنسميها القوى المرجعية ريفيجنست، ودي في العلوم السياسية يعني إيه؟ يعني قوى زي روسيا وزي الصين مش عاجبها النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، عايز يكون عالم متعدد الأقطاب، وبالتالي هي تريد أن توقف روسيا وتوقف الصين من خلال التحالفات اللي بتعملها الأنجلو ساكسونية أو مع الاتحاد الأوروبي. وبالتالي بنجد أن أول طلب لروسيا من الولايات المتحدة، من تحالف الولايات المتحدة الأمريكية والناتو والدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي ممثلا في حلف شمال الأطلنطي الناتو، أن هي عايزة لا توافق على ضم أوكرانيا ليها. ليه؟ هو تخوف. طبعا احنا نعلم أن في 2014 حصلت نفس المشكلة دي، وحصل أن غزت روسيا أوكرانيا وأخذت شبه جزيرة القرم من 2014، وبعدها بشهور راحت واخدة إقليم دونباس، فيه أكثرية روسية بيتكلموا اللغة الروسية وفيه تجمع كبير من الروس وهو على الحدود مع روسيا. قالوا إن احنا عاوزين حكم ذاتي، وكان في اتفاقية تسمى اتفاقية مينسك، هذه الاتفاقية قالت فعلا إن ادوهم حكم ذاتي. كويس. هم خايفين بقى إن لو أوكرانيا أصبحت عضو في حلف شمال الأطلنطي، فيه المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلنطي بيقول الدفاع المشترك. صحيح. لو أول دولة، أي دولة من الثلاثين دولة، الحلف ده 30 دولة، تعرضت إلى اعتداء من أي دولة كله بيقف وراها، ده المادة 5. بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية بتقوم بعقد تحالفات كبيرة الآن علشان تحيد كل من روسيا ومن الصين، يعني تحالف اسمه تحالف كواد يشمل الهند واليابان واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية علشان يحجم ما بين الصين وما بين روسيا. وأيضا بعدها بشهور وفي عهد بايدن جه تحالف يسمى تحالف كواس الأوكوس. الأوكوس ده عبارة عن 3 دول، استراليا وبريطانيا وأمريكا، وكانت استراليا عاملة تعاقد لغواصات نووية تاخدها من فرنسا، فهي خدت هذه الغواصات من بريطانيا، وبالتالي بنلاقي أن بريطانيا هي الآن تصب الزيت على النار في مشكلة أوكرانيا. بالضبط فعلا زي ما هي دعمت الولايات المتحدة الأمريكية أثناء غزوها للعراق في 2003 بدعوى أنها بتمتلك أسلحة الدمار الشامل وأسلحة نووية، وهو لا يوجد مثل ذلك، هي الآن أيضا بتدعم الولايات المتحدة الأمريكية وفي الولايات في عملية الحرب في أوكرانيا. الهدف الثاني أو الطلب الثاني الروسي من التحالف الأوروبي الأمريكي أن هو مش عاوز أن الدول اللي كانت يعني كانت جمهوريات سوفيتية سابقا يبقى فيها أسلحة استراتيجية. يعني إيه أسلحة استراتيجية؟ يعني أسلحة نووية، لأنها تعتبر المجال الحيوي ليها. وبالتالي هذان هما الطلبان اللي بتطلبهم. طب ليه أمريكا ما بترضاش توافق على الطلبات ديت هي والدول الأوروبية؟ لماذا لا توافق على المطالب التي تبدو منطقية؟ نعم. يقول لك أوكرانيا ابعد عنها، ما تخليهاش، ما تتمددش شرقا حلف الناتو ده ويقوى. تمام. نمرة 2، ما تحطليش أسلحة استراتيجية زي من في سنة 62 في خليج الخنازير في كوبا، انتوا قلتوا لا بلاش أسلحة نووية استراتيجية روسية تبقى موجودة في تلك المنطقة وشلناها. نعم. أمريكا بتتخوف هي والغرب من عقدة، العقدة دي تسمى اتفاقية ميونخ عام 1938 قبل الحرب العالمية الثانية اللي بدأت في 1939. ايه بقى اتفاقية ميونخ دي أستاذ أشرف؟ تفضل. كان ألمانيا بقيادة هتلر بدأت تتوغل وعايزة تغزو الدول اللي جنبها، وراحت داخلة على تشيكوسلوفاكيا واخدة إقليم اسمه إقليم سوديت. فراحت بريطانيا وفرنسا قالوا طب ما نعمل اتفاق مع هتلر مع المانيا بحيث ان احنا ما يتوسعش اكتر من هذا الاقليم ويخلي تشيكوسلوفاكيا زي ما هي. عملوا الاتفاقيه ديت في عام 38 في سبتمبر، وبمجرد توقيع هذه الاتفاقيه
راح هتلر داخل على تشيكوسلوفاكيا كلها وعلى بولندا، وبدأت الحرب العالمية الثانية. هم خايفين إن روسيا أول ما تغزو أوكرانيا مش هتقف عند أوكرانيا فقط، وخاصة إن مفيش، إن أوكرانيا ليست عضوة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ليس من حق أمريكا أو الدول الأوروبية أن تتدخل. وإحنا لو شفنا مقارنة القوات ما بين روسيا وما بين أوكرانيا بنلاقي فرق كبير جدا جدا جدا، بنلاقي إن القوات الروسية وجيشها في المرتبة الثانية على مستوى العالم طبقا لتقرير جلوبال فاير باور، بينما أوكرانيا في المرتبة 25. الإنفاق العسكري لصالح روسيا من خلال 80 مليار دولار تاني بيبقى 9 مليار دولار، بالإضافة إلى عدد الطائرات 4000 طيارة روسية في مقابل 285 طائرة أوكرانية. القوات البحرية يعني ناهيك عن الفرق الكبير ما بين 11 فرقاطة إلى فرقاطة واحدة. وبالتالي لو حدث حرب أو حدث غزو اللي الولايات المتحدة الأمريكية بتنفق في هذه الأزمة علشان تورط روسيا أنها تغزو أوكرانيا، بالضبط زي ما عملت مع صدام في عام 1990 لما ادته إعاز كده بأنه يهجم على الكويت، وهي اللي ادت له هذا الإعاز. النهاردة على فكرة بدون قطع كلامك، النهاردة كان في تصريحات من مسؤولين في روسيا وجاب سيرة اللي حصل مع العراق من الولايات المتحدة الأمريكية. هو لن ينجر هو لن ينجر إلى مثل تلك الاستفزازات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. وإحنا بنشوف إن يعني مثلا بنلاقي إن الفيلسوف الصيني، في فيلسوف صيني في شبه يا أستاذ أشرف في سنة 500 قبل الميلاد اسمه سون تزو. كلمة تزو دي كلمة صينية معناها المعلم ومعناها الحكيم. تمام. الراجل ده بيقول إيه؟ عندما تتواتر الوفود، احنا بنلاقي ماكرون رايح روسيا، رئيس وزراء المجر في روسيا، الرئيس الالماني هيكون رايح روسيا ورايح اوكرانيا، هو راح في أوكرانيا وفود بالفعل. كتير وفي جولات كتيره بتحدث. قال لك عندما تتواتر مثل هذه الوفود بتنذر بحرب، بتنذر بحرب. لكن روسيا لن يعني تنساق إلى هذا الاستفزاز الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وجعلها تغزو أوكرانيا، لأنها ما هي، هي حققت الهدف. نعم. حققت الهدف بإيه؟ إن لقت وفود كتيرة جاية تقول لها إيه مطالبك، أنت عايزة إيه؟ بالإضافة إلى أنها بدأت تنظر فعلا إن أوكرانيا دي لا تنضم إلى الاتحاد، إلى حلف الناتو، لأن ده هيكون ضد المصالح، لأن لو انضمت فعلا هتبقى في مشكلة وتوتر في هذا الإطار. علشان كده بلاقي أن روسيا حققت هدفين. الهدف الأول هو أن التحالف الأوروبي الأمريكي بدأت الوفود تروح كتير، حتى أن الرئيس الأمريكي اتصل بالرئيس الروسي مرتين وراء بعض كده على طول. بالإضافة الثانية بدأوا يستمعوا إلى المطالب الروسية، بدأوا يفكروا فيها، هل هينفذوها؟ هم خايفين من زي ما قلت عقدة اتفاقية ميونخ اللي كانت 38. تمام. اللي كانت سببا في الحرب العالمية الثانية، انه ممكن روسيا تخش تاخد اوكرانيا، بس مش هتكتفي باوكرانيا، ممكن تزحف اكتر من كده في اتحاد بالرغم الروسي. بالرغم بان يعني بوتين ليس هتلر، وان روسيا ليست المانيا في ذلك التوقين، كانت المانيا فعلا بتقوم بعملية الغزو في هذا الإطار. وبالتالي بقول أن هذه الأزمة وروسيا وأمريكا التي تنفق في هذه الأزمة لأسباب جيوسياسية، هي عايزة تحجم روسيا حتى لا يبزغ نجمها زي ما حدث خلال الفترة الماضية. ست اللي هو أنا ما حبيتش أقطعك، لأنك أكيد في رسالة عايز توصلها للمشاهد بكل التفاصيل، وخاصة التفاصيل الخاصة التاريخية. ولكن لو عملنا شيفت من هذا التاريخ وهذا التحليل اللي حضرتك بتحلله، وطبعا كل الاحترام لهذا التحليل وتحليل حقيقي على أرض الواقع، لكن في تصريحين، تصريح خاص بالصين بأن هي ممكن تنضم إلى روسيا، وخصوصا أن الصين علاقتها غير جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتصريح أيضا كل الكرة الأرضية
ركزوا عليه من الرئيس روسيا بوتين في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي، لما قال نعم الحلف الناتو ده حاجة كبيرة جدا وقوية جدا لروسيا، أمام روسيا يعني حاجة كبيرة جدا، ولكن روسيا عندها النووي والنووي قوي عند روسيا. إن احنا نوصل للمعادلة دي أو هذه التصريحات اللي بقالنا سنين طويلة ما بنسمعش عن كلمة النووي دي، طبعا ده خطر ينذر بمشكلة كبيرة. هو طبعا ده يعني استراتيجية في العلوم السياسية تتكلم استراتيجية الردع النووي. حلو. وجود أسلحة نووية بتخلي الأطراف لا تقبل على مثل تلك، لأن التكلفة هتبقى كبيرة جدا على الطرفين، على الولايات المتحدة الأمريكية، على روسيا، على أوروبا كلها، وخاصة إن الرئيس الروسي بوتين طلع وقال إن روسيا استطاعت أن تقوم بعمل تجربة لسلاح جديد. هو صحيح سلاح مش نووي، لكن يمكن أن هذه الصواريخ اسمه صاروخ تزيركون. إيه صاروخ تزيركون ده؟ قال لك إن الصاروخ ده اسمه صاروخ فرط صوتي، يعني سرعته أكبر من سرعة الصوت، يستطيع أن يصل إلى دول أوروبا في 5 دقائق. ده نوع من أنواع الردع. فهم يفكروا 100 مرة. الولايات المتحدة الأمريكية لن تحارب على أرض أوكرانيا خوفا من السلاح النووي، مع أن في بعض التصريحات أن هم هيبعتوا 8500 جندي، يعني في بعض يعني الجنود اللي موجودة أساسا في أوروبا من الأمريكان. ده فعلا استفسار مهم جدا. عايز أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لما بتيجي تبعت أسلحة تبعت أسلحة خفيفة، يعني مثلا ألمانيا بعتت إيه لأوكرانيا؟ لا، ألمانيا قالت من الأول عند الولايات المتحدة الأمريكية أنا مش هخش وأبعت أي أسلحة وأي جنود. طبعا لأن مصلحتها مع روسيا. وحاول سيادتك ليه؟ أول حاجة بعتت سلاح صحيح، بس بعتت إيه؟ بعتت خوذ، 4000 خوذة. بجد أدي السلاح اللي بعتته ألمانيا. طب كويس، بس مش وحش، أنا عايزين نهدي الأمور. دليل إن هي مش عاوز تستفز بالظبط روسيا بالظبط حتى لا تقوم بهذا الغزو، لأن مصلحتها مع روسيا من خلال 40% من الغاز اللي بتعتمد عليه ألمانيا بيأتي من روسيا من خلال خط يسمى نورد ستريم 2. صحيح. فأمريكا عايزة توقف، عايزة تعمل عقوبات على روسيا ومنها إن هي تقطع هذا الغاز. طب من المتضرر؟ أوروبا وألمانيا. وبالتالي بنلاقي إن ألمانيا لها خط، لما بعتت سلاح بعتت خوذ. كل واحد بيفاضل ما بين طبعاً الأولويات بتاعته. هي أمريكا يا أستاذ أشرف تريد إن هي يعني ترجع إلى هيمنتها وسيطرتها كما بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت هناك قطبية ثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الاتحاد السوفيتي. خلصت الحرب الباردة في 91 بتفكك الاتحاد السوفيتي، خلاص بقى حاجة ما بقت هي قوة بنقول عليها اليونوبول أو القوة الوحيدة اللي موجودة. الآن ببزوغ الدب الروسي والصين بدأت إن هي عايزة تبقى عالم متعدد الأقطاب. وعاوز اسمح لي إن أنا أقول لسيادتك إن الرئيس بوتين بيؤمن بفلسفة لمؤرخ وعسكري مهم جدا اسمه كارل فون كلاوزفيتس. الراجل ده بيقول ايه؟ بيقول الحرب امتداد للسياسة، يعني ان السياسة دي اداة من ادوات الحرب. علشان كده بوتين بيعمل ايه؟ بيحشد عسكري 100,000 جندي على الحدود مع اوكرانيا. صحيح. لما حشد كده ايه اللي حصل في اوكرانيا؟ شوف يا فندم، ده غير تدريبات في البحر الأسود هو 100,000 وعنده في روسيا البيضاء وعنده في شبه جزيرة القرم 36,000 جندي. صدق. لما حشد بس بدون أن تطلق طلقة واحدة. صحيح. أصبحت هزيمة لأوكرانيا بدون حرب. بدي نقول عليها الهزيمة بلا حرب. إزاي؟ المستثمرين خرجوا من طبعاً من أوكرانيا. نمرة 2 اللي هو العملة الأجنبية اللي موجودة قلت 1,500,000,000 دولار في خلال شهر واحد. بدأ الاحتياطي
من العملة الأجنبية يتناقص. طبعا الأسعار ارتفعت لدرجة أن الرئيس الأوكراني فلاديمير يلزكين زيلينسكي الراجل ده بيقول الله أنا مش شايف حرب، وأمريكا عمالة تنفق. يقول لها يعني الرئيس الأمريكي قال أن الحرب ستشن يوم 16 فبراير الحالي، يعني بعد بكرة. قال له طب أنت عرفت منين؟ ما تقول لنا. فبالتالي بنلاقي أن في هذا الإطار أن في دول ممكن بالإحاء تتدمر. بس دي حرب مخابراتية، التصريحات دي حرب مخابراتية، يعني التصريحات دي حضرتك حرب مخابراتية. احنا عارفين انتوا بتفكروا في ايه مثلا في اطار حروب الجيل الرابع. نعم. ان ممكن دول تسقط من تصريح. صحيح. شايفين ان امريكا تقول ان الحرب بعد يومين. الله طمنت، ما هو الاقتصاد هينهار. صحيح. وبالتالي ان الرئيس، وده الرئيس زيلينسكي ده كان ممثل كبير في اوكرانيا، هو ممثل اساسا. الراجل ده يقول لهم يا جماعه انا مش شايف حرب. طب قولوا لي انت عرفتوا منين؟ اجهزه الاستخبارات السي اي اي عرفت ازاي ان هي يوم 16؟ طب ما 16 بعد بكره. يطلع مستشار الامن القومي الامريكي جاك سوليفان يقول له والله ممكن تبقى يوم 16 وممكن تبقى بعد يوم 16، ممكن بعد انتهاء الدوره الاولمبيه. كلام فعلا يصب في اطار الحرب النفسيه وفي إطار حروب الجيل الرابع أو أسلحة الاضطراب الشامل. إحنا نعلم أن هناك أسلحة تسمى أسلحة التدمير الشامل، أسلحة بيولوجية، أسلحة كيميائية، أسلحة نووية اللي سيادتك تفضلت وقلت أنها ممكن تستخدم. نعم. لكن في أسلحة جديدة الآن، أسلحة الاضطراب الشامل، ماس ديستربانس ويبونز. إيه أسلحة الاضطراب الشامل دي؟ الحصار الاقتصادي حصرك. وعشان كده بيقول إن هيفرض على روسيا، أمريكا تفرض 17 عقوبة اقتصادية على روسيا. طبعا الكلام ده كان فيه عقوبات من أيام اللي هو شبه جزيرة القرم في 2014 وما سألش، وده غير العقوبات من الاتحاد الأوروبي أساسا، الاتحاد، واللي هو مانع الغاز الروسي إن هو يروح لأوروبا. طب ما ده لصالح دول أوروبا، وبالتالي في دول في أوروبا غير إن هي يعني مش متماشية مع الموقف الأمريكي. ده روسيا. اسمح لي في الحتة الصغيرة دي. طيب تفضل. يبقى عرفنا ان بوتين بيقول، بياخد مقولة اللي هو كلاوز فيتس اللي بيقول ان الحرب احد ادواتها السياسة. الحرب الاول احشد، ابين قوة عسكرية ممكن تبقى هزيمة في الحرب كما يحدث الآن في أوكرانيا. أما بقى الصين بتأخذ مقولة أخرى، مقولة ماو تسي تونغ الحكماء حاكم الصين، اللي هي بتقول إن السياسة هي أحد أدوات الحرب. سياسة إيه؟ سياسة اقتصادية، هي بتقوم في الاقتصاد، وفي عام 2030 سوف تكون القوة الاقتصادية رقم واحد قبل الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. بتقوم بسياسة المعونات والتحالفات مع كل الدول، الحزام والطريق لعدد 50 دولة. الدولة دي في آسيا وفي أوروبا وفي أفريقيا، ومنها قناة السويس يعتبر خط من خط الحزام والطريق الصيني. نعم. فهو ده بيأخذ هذه المقولة، هو بيستعد اقتصاديا، وده بيديله خطوات كبيرة في هذا الإطار. يبقى عندنا هو الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحجم كل من روسيا والصين، بتقول أوكرانيا بالنسبة لروسيا وتايوان بالنسبة للصين. لكن الاثنين لما اجتمعوا مع بعض في دورة الألعاب الشتوية وبدأوا يقولوا يكون هناك تحالف، وهناك زي ما المناورة التي تتم الآن باستخدام أسلحة كبيرة جدا في روسيا تسمى عزيمة الاتحاد. عزيمة الاتحاد. نعم. زي احنا مثلا ما بنيجي نعمل مناورات، المناورة قادر. يعني الاسم يدل على القوة. نعم. لما نيجي نقول الخط الأحمر، خط سرت الجفرة، خط أحمر، وكان في يونيو 2020. صحيح. من ذلك اليوم ما فيش أي ميليشيا مسلحة أو جماعة إرهابية أو مرتزقة من سوريا أو قوات تركية استطاعت إن هي تقرب من هذا الخط. فهم. اللي هو على مسافة 1000 كيلو من طرابلس ومسافة 1000 كيلو من مصر. كل تمام. ذلك
بدأت العجلة السياسية والسياسة تشتغل، وإحنا شايفين في هذا الإطار، لأن ليبيا تعتبر عمق استراتيجي لمصر. سيادة اللواء، حضرتك مستشار كلية القادة والأركام، ويعني أكيد في هذه الكلية وهذه الجهات بيبقى فيه تحليل بشكل أو بآخر لما سوف يحدث مستقبلا لهذه المشكلة أو هذه الأزمة العالمية ما بين الدول العظمى. لو لا قدر الله وحصل حرب بالفعل وتدخل الناتو وأمريكا بشكل أو بآخر، لا مش هيتدخلوا عسكريا، تمام، لا التدخل هم اوريدي عمالين يعني بيمولوا اوكرانيا بالسلاح، يمولوها مليارات اليورو و بحيث ان هي تبقى قويه قدام روسيا بشكل او باخر. أيوة. لو لا قدر الله السيناريو ده بالفعل حصل وحصل حرب في اوكرانيا، طبعا عايز اقول طبعا ايه كلمه طبعا دي، معلش طبعا ممكن يحدث حرب. كم في الميه الحشد؟ كم في الميه؟ هو طلع يعني وزير رئيس وزراء المجر وقال ان الحرب 15% بس، وانا بتفق معاه. طب حلو، لن تزيد عن 15%. شعوب العالم كلها بتقول يا رب ما يبقاش ليه في حرب. استاذ اشرف، لا خليني بس اسال سؤال تاني، يعني انا عايز انتقل من ده واوسع الزوم اوت كده للمنطقه كلها بقى. لو لا قدر الله حصل ده، المنطقة كلها هتبقى عاملة ازاي؟ احنا متأثرين. جمهورية مصر العربية هتبقى عاملة ازاي؟ الشرق الأوسط هيبقى عامل ازاي؟ إيران وتركيا هيبقوا عاملين ازاي؟ يعني اديني إسرائيل والمشاكل، يعني دايما بنشوف السياسات انه ممكن يكون الناس بتنشغل بحاجة وناس تانية بتلعب في خطط تانية وبتنفذ حاجات تانية واحنا مش واخدين بالنا. سيناريو الحرب اللي سيادتك بتتكلم عليه ده أعتقد أن الكل خاسر. طبعا. يعني أمريكا خاسرة، الاتحاد الأوروبي، لأن هيحصل فيه تصارع، هيحصل فيه استخدام أسلحة نووية. الأسلحة النووية دي أسلحة اسمها دمار شامل. يعني إيه دمار شامل؟ بتدمر الأفراد، بتدمر الحيوانات، بتدمر الأشجار، بتدمر البيئة، بتدمر الإنشاءات، بتدمر الحياة، بتدمر الناس كلها. تمام. وبالتالي استخدام، وفي أسلحة تسمى أسلحة الضربة الثانية. يعني مثلا لو روسيا او الولايات المتحده الامريكيه استخدمت اسلحه نوويه، يوجد في المحيطات غواصات تدار بالطاقه الذريه فيها اسلحه نوويه، بتبقى على مسافه 500 متر تحت سطح الماء، بتطلع الغواصه وضرب الاهداف وخريطه الاهداف اللي تبقى موجوده في كل الدول، لدرجه ان في صاروخ يصل زي تزيركون فرط صوتي اللي هو سرعته اكبر 7 مرات من سرعه الصوت، بيصل الى دول من روسيا الى دول اوروبا في 5 دقائق. تمام. وبالتالي سوف يكون التدمير متبادل. حلو. بنسميه التدمير المتبادل. امال تاثير ده بقى على المنطقه كلها ايه؟ اول حاجه هي مؤثر علينا دلوقتي أساسا. الازمه الروسيه الاوكرانيه، احنا اكبر دوله بتستورد القمح والدوله الاولى اللي بنستورد منها هي اوكرانيا. تمام. في الازمه ديت والحصار اللي موجود عليها مفيش، لا يوجد تصدير للقمح اللي موجود، هي يهمها تصدر. تمام. بس مش قادره. تمام. يهمها تزرع بس لسه ما تقدرش. عاوزه تخلي احتياطي استراتيجي لها، لولا ان مصر وباستخدام الصوامع اللي موجوده واحتياطي استراتيجي بيكفي 6 شهور. الحمد لله. يعني احنا مصر بتخطط لهذا الامور. حلو. يبقى احنا متاثرين الاول من خلال الحاجات اللي استيراد القمح اللي هو اللي احنا بنستوردها ديت. تمام. او من دول خارجيه وخصوصا ايه اوكرانيا. كويس. ايضا ان الملاحه في البحر الاحمر وفي قناه السويس وفي البحر المتوسط وفي المحيط الهندي وفي كل المحيطات ديت هتبدا يبقى في توتر، وبالتالي الملاحه هتقل. طبعا. ومن مدام الملاحه التي يبقى احنا بنتاثر في الدخل القومي، قناه السويس يا استاذ اشرف بتدر ثلث الدخل القومي من العمله الصعبه لمصر. تمام. بالاضافه الى التدمير باستخدام اسلحه التدمير الشامل والاسلحه النوويه والتلوث السحب بتصل الى مئات الكيلومترات. احنا شفنا بس مفاعل تشيرنوبل، كل التلوث اللي حصل في المزروعات وصل لغايه منطقه الشرق الاوسط في هذا الاطار. نعم. وبالتالي لكن انا بقول ان الولايات المتحده الامريكيه هي عايزة تجرجر روسيا أنها تتورط
في غزو أوكرانيا بالضبط زي ما حصل في عام 79، ونجحت أن تجعل الاتحاد السوفيتي السابق إن هو يغزو أفغانستان ويقعد 10 سنين لغاية 1989 ولا يحقق انتصار وينسحب ويتفكك الاتحاد السوفيتي في 1991، ويعتبر ده استنزاف للقوة، وده يعتبر استنزاف لقوة روسيا، استنزاف لقوتها، وتفتت الاتحاد السوفيتي. وبالتالي هي تريد ان اللي حدث في 79 ان هو يحدث الان في اوكرانيا حتى لا تبزغ روسيا وتتبوأ مكانتها وتطالب بعالم متعدد الاقطاب وليس قطب واحد هو الولايات المتحدة الامريكية. وبالتالي هي بتنفق في هذه الأزمة بشكل كبير يعني فائدة جيوسياسية، إن عايزة الاتحاد السوفيتي إن روسيا تقف، لا تبزغ، لا تتمدد، ما يكونش لها نفوذ، عايز يبقى نفوذ واحد. الصين أيضا بيتعمل لها ورقة تايوان دي على طول وحقوق الإنسان at once، وبالتالي هي تريد أن تحجم هاتين الدولتين اللي هم بيبزغوا من جديد، والولايات المتحدة الأمريكية بيخبو ويقفل نجمها إلى حد ما. طيب سيادة اللواء، أنا ناقص لي تقريبا دقيقتين فقط خلاص. حضرتك بتقول لي زي بعض المحللين في العالم الخبراء إن هم يعني نسبة الحرب دي ممكن تبقى 15% فقط. بالضبط يا فندم. صح كده؟ تمام. طيب انا كنت في المقدمه كده يعني نخرج بقى من شويه. انت مقدمه سيادتك بتبقى ممتازه، ربنا يخليك، ربنا يديك الصحه، ربنا يديك الصحه يا فندم. هي البشريه في الكره الارضيه ما اتعظتش من الستة مليون اللي ماتوا دول في خلال سنتين من كورونا؟ الدول العظمى دول المسؤولين عن الدول العظمى دي للدرجه دي ممكن يبقى عندهم عند ان احنا نزود اعداد الوفيات في حروب تانية ونخش في نووي؟ هذا العند ده، العند ده بيجي نتيجة المصالح. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفقد مكانها كقوة إقليمية كبيرة في قوة تسمى القوة المراجعة اللي هي الريفيجنست، زي روسيا وزي الصين عاوزة تبزغ هي وتكون قوة كبرى. هناك قوة تسمى القوة المتوسطة، متوسطة ما بين القوة الكبرى وما بين الدول الصغرى. القوة المتوسطة ديت اللي بنسميها قوة إقليمية برضو عايزة يبقى لها دور، زي إيران، زي تركيا، مصر، السعودية، دي بنسميها القوى المتوسطة. وبالتالي تشكيل النظام العالمي بتسعى كل الدول لمصلحتها. أمريكا تريد أن تحيد الصين وروسيا، روسيا تريد أن تتمدد وتصبح قطب كبير. لكن إحنا بالنسبة لمصر عايز أقول أن في مصر هناك يعني مصر لها سياسة متزنة. مصر بتنتهج اسلوب جديد في مجابهه حروب الجيل الرابع، وهو السلاح الوعي، الوعي بالتوعيه، زي النهارده برنامج النهارده لما بنقول ايه اللي بيحصل على الموقف الاقليمي وايه الموقف على الموقف الدولي، وهل ده ممكن ياثر على مصر؟ طبعا ممكن يؤثر على مصر. ايضا بنلاقي ان في مصر بتنتهج الان ما يسمى بهندسه الطاقه الخضراء. ايه بقى هندسه الطاقه الخضراء ديت اللي مصر بتنتجها الان، وخاصه ان مصر ان شاء الله في نوفمبر القادم سيكون هناك مؤتمر للمناخ العالمي كوب 27 اللي هي بتستخدم الطاقه الجديده والمتجدده. نعم. ازاي الطاقه الجديده والمتجدده؟ وانا عاوز اكتب بان يعني هناك موارد تسمى الموارد غير الاقتصاديه. صحيح. يعني في حاجات لا بنشتريها، في حاجات موجوده ممكن أن يكون لها سعر. مصر بدأت تهتم بالموارد غير الاقتصادية اللي بنسميها رأس المال الميت، اللي هي الطاقة الجديدة والمتجددة. وبالفعل احنا بنلاقي ان الشمس في الصيف ديت مش عاوزين الشمس، لكن لا، ده بدأت اكبر محطة لتوليد الكهرباء من الشمس في منطقة بان بأسوان ايضا دلوقتي. ده غير لو طاقة فتحنا الرياح. الشباك صحيح. الرياح فالرياح في منطقة جبل الزيت أكبر محطة. وبالتالي مصر بتهتم بالموارد غير الاقتصادية وتجعلها موارد اقتصادية. سيادة اللواء أشكرك يا فندم، أنا للأسف حلقتي خلصت، بس يعني إن شاء الله تنورنا تاني ونتكلم أكتر وأكتر. يعني بمناسبة يعني النهاردة 14 فبراير 2022 وبيقولوا عيد الحب، يعني نتمنى إنه ما بين
الحبيبه والاثنين اللي متجوزين ما بين اوكرانيا وروسيا يحاولوا قد ما يقدروا ان هم يعني يتحايلوا عن هذه المشكله ويعلوا صوت الحب يعني والسلام ما بينهم وبين طبعا بعض، وما يحصلش هذا الهجوم من روسيا على اوكرانيا، لانه في يعني تزاوج عدد ملايين من الشعب الاوكراني وما بين الشعب الروسي. فنتمنى في عيد الحب اللي احنا بنحتفل بيه عالميا دلوقتي انه يحصل نوع من السلام بشكل او باخر. هو طبعا الذي يحدث ليس حبا، نعم، ما يحدث الان في هذه الازمه ازمه اوكرانيا، لكن الحب، وفي عيد الحب طبعا احنا بنهدي هذا الحب الى الاسره الكبيره في مصر كلها، نعم، واسرتي الصغيره اللي نعم، هم الان متواجدين الان. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم، ونورتنا طيب. وشرفتنا سياده اللواء محمد الشهاوي مستشار كليه القاده والاركان، وشكرا لحضرتك ونورتنا، وان شاء الله نلتقي قريبا باذن الله. شكرا يا فندم، وسلامي للمعدين ورئيس التحرير المحترم في هذا البرنامج استاذ محمد عبد صفحه جديده. شكرا لحضرتك يا فندم. ده كان يومنا النهارده في صفحه جديده. ادعوا زي اكيد عدد كبير جدا من دول العالم وشعوب الدول العالم بيدعوا انه مشكله اوكرانيا وروسيا والناتو والولايات المتحده الامريكيه تنتهي بسلام، ونقدر نوصل لحل وسط يرضي الجميع. تصبحوا على خير.